اهلا بكم في حلقه جديده من مطبخ نرمين. النهارده هقدم لكم طبقين من المقبلات. الطبق الاول هو عباره عن بطاطس بالفرن، طريقه سهله وما بتاخدش وقت خالص. هستعمل انا النوع دوت من البطاطس اللي هي صغيره الحجم خالص، لو اكبر شويه ممكن تقطعيها نصين. ابتدي اعمل التتبيله بتاعتي، ملح، فلفل اسمر، توم باودر، بابريكا، وزيت زيتون. هدخلها بقى كده خلاص الفرن على درجة حرارة عالية لمدة نص ساعة، وده كده شكلها النهائي بعد ما طلعت من الفرن. وبزوقها بقى بالبقدونس المجفف، وبس كده هو ده طبقنا الأولاني. وهنبتدي بقى نعمل الطبق التاني. طبقنا التاني هو سلطة البتنجان، هي طريقته مختلفة خالص عن البابا غنوج، مختلف في الطريقة والتتبيلة والمكونات. يلا بينا نشوف الطريقة. أول حاجة هشوي البتنجان، أنا عملت لها كذا شقة بالسكينة، بشويها على البوتاجاز من فوق وبشويها على شياطة الرز، دايما بخليها تشوي البتنجان. الطريقة دي ما بتاخدش معايا وقت في الشوي، طول ما هي على الشياطة بقعد أقلب فيها باستمرار من وقت للتاني وبتستوي بسرعة معايا. وهي كده تقريبا خلاص استوت بعد ما قلبت فيها من كل الجهات وتأكدت بالسكينة ان هي استوت خلاص كده. بعد ما بردت شوية هبتدي أقشرها، سهلة جدا بقى في التقشير، تطلع بكل سهولة معايا. بعد ما قشرتها خالص بالشكل ده هبتدي اقطعها قطع صغيره، وبعد كده هنعمل بقى الجزء التاني. في طاسه على النار هحط فيها معلقتين زيت، سيبهم يسخنوا، وبعدين هحط نص معلقه ثوم مفروم واقلبهم مع بعض. بعدين هضيف عليهم فلفل رومي وفلفل احمر وفلفل حامي واقلب فيهم بقى واسيبهم يتشوحوا شويه. وبعدين هضيف عليهم طماطم وهضيف عليهم بعد كده البتنجان اللي احنا شويناه وقطعناه بالشكل ده. بعدين هضيف التوابل، ملح، كمون، فلفل اسمر، وكزبره ناشفه،
خلاص بعد ما تشوحوا مع بعض كويس كده بقت جاهزة عندي. هطفي النار وهضيف بقى معلقة عصير ليمون ومعلقة خل أبيض. كده الشكل النهائي لطبق سلطة البتنجان. أتمنى أطباق النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا دايما كل إشعارات جديدة. شكرا، باي باي.